صوت جبلي ينبعث من أعالي جبال طامزة بخنشلة، معقل عرش ولاد يعقوب الذي أنجب فنانا اسمه الطاهر اليعقوبي. نشتي نهز من عيسى جرموني، من قدور اليابوسي الهادي، من نهز من عند الرحابة. ومن بعد في 92 اكتشفني سي بلقاسم سالمية رئيس الجمعية نتاعنا. واعينا الكاي ورمي اعطيني الخبار، واعينا الكاي ورمي واعطيني الخبار. أول خطرة ندخل في استديو في سنة 1997 سجلت الشريط الورشان. للطاهر اليعقوبي رصيد فني قوامه 76 شريطا ومشاركات وطنية ودولية، ولا يزال يتشبث بالقصبة رغم إلزامه مكرها على الغناء بالآلات العصرية. أنا راني ما زلت في الفولكلور وما زلت راني صغير ونحتفظ عليها كيما نشوف لاروله ما كانش. الروح وين نسجل؟ المنتج يقول لي دير الموسيقى في القصبة ويغلب الموسيقى على القصبة. أغنية شوية كي تخرج من القصبة والبندير والرحابة تموت.